تختتم مساء اليوم فعاليات جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج لعام 2023 بسباق الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا 1 على مضمار حلبة البحرين الدولية. وعلى مدى 3 أيام سجلت فعاليات قرية الفورمولا حضورا جماهيريا كبيرا لمعايشة أجواء الحدث الرياضي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط والاستمتاع بكافة الفعاليات الترفيهية الموجهة لجميع الفئات العمرية.